السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راني في المطبخ تاعي، رايحين نحضروا اليوم البراج ولا المبرجة اللي معروفة عبر التربة الوطني بكل بكل. ما كانش عائلة ما تديرش المبرجة أو البراج. طريقة تاعنا حنايا لهنا واش نديرو أنا في بيتي وطريقتي هذه. اليوم راني مع بنتي رايحين نحضروا البراج، نحتاجو للدقيق المتوسط، الغرس، ونحتاجو للزبدة، ولا تحبوا تخلطوا زبدة وسمن كيما تحبوا، البصوص يرجع ليكم. المهم نعطيكم هنا المقادير يعني الكيلة. شوفوا نحتاجو تاني شوية زهر وشوية قمح. الغرس تاعنا ما تنساوش حطوا له الجنجلانية محمصة، حطوا له شوية قرفة، تحبوا قرنفل، الذوق يرجع ليكم. وما تنساوش تحطوا له تاني شويه بصوص باه ما يجيش يابس، طريوه تعجنوه بشويه زهر. هذا ما كان. المهم عندنا 3 كيلات تاع الدقيق، عندنا 3 كيلات دقيق المتوسط. شوفوا بنتي هي اللي راح تحضره، انا راني جوست بركه واقفه معها. عندنا البصوص انا ندير في 3 كيلات، ندير وحدة ونص، حتى حتى الزوج كيما نقولوها غربة نص ونزيد شوية. عادي ما تخافوش من البصوص، عادي في الشتاء في الصيف يكون على بالكم البراج تاعنا يتبسس ليه ليه ويجي يطيح بزاف، ماشي كيما تاع الشتاء. دونك على هادي ما تخافوش من البصوص. البصوص هو 3 بوحدة ونص بصوص، وإلا وحدة زوج غربة كيما نقولوها، ما تخافوش من البصوص. فوالا هاي بنتي قاعدة تحضر فيه، هاي قاعدة تبسط فيه، لازم تحك له مليح البصوص هذاك باه يدخلو مليح. هم بعد ما نبسوه مليح، هاي نحطو شوية ربح، شوية ربح والملح يعني، نحطو الزهر تاعنا، نبسو بنحطو الزهر وتخلطو مام في الكيلة تاع الماء، ديروا الكيلة هذيك وخلطوا فيها زهر، ديروا كيلة وحدة تاع ماء وزهر مع بعضهما، ماء وزهر. وليش توجيكم يعني فريمون مازال يابس هكذاك، تقدروا غير بها تقطروا برك بها ما يروح لكمش البصوص. اتونسيون ما تكسروش الماء به ما يروحش البصوص. هذه هي الحكمة اللي باه يجي البراش تاعنا مبسس ويبقى مبسس. من بعد ما بليناه نقسموه اون دو بارتي. هاي قسمته بنتي اون دو بارتي، ها في القصعه باه نديرو تسمى درك زوج خبز، نديرو خبزه القرصه الاولى نبلاطيوها، بعد ما نبلاطيو القرصه الاولى نزيدو نحلو الغرس بعد فوقها نبلاطيوها بالقنوط. ها هو، وهاي شوفوا بنتي قاعده تحطلو في تغطي فيه من فوق بلاباط، هذيك لا دوزيام بارتي تاع لاباط. غطيوها بطريقتكم بالعقيلة بالعقيلة حتى نديرو خبزها. وعدلو بالقنوط برك بيسك القنوط يسهل لكم، حلو بالقنوط وما تربوش تقفلو الجنابة، حلو برك، حلو الساع برك، خليو هكاك الساع الجناب محلولين بيسك دركا ويمشي دقيق ويغطيهم هكاك بالعقيلة 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 حتى توجدوا الخبيزه تاعكم وتعدلوها. هاي هنا بنتي خلصت التقراص تاع البراج، قرصتو وتسمى وعدلت له الحراف تاعو بالموس. هاي جات خبيزه ما شاء الله، جات على الكيف. دركا حنا تسمى نخليه، وحنا طريقتنا يعني انا ولا بنتي البراج ما نطيبوش ليه ليه، ما نطيبوش كيما نديرو نخليوه يقعد، نقدروا نخليوه يبات ونقدروا نطيبوه، المهم يقعد مده. نغطيوه بطريف نينه ونخليوه هنا. هاي هنا راني بدينا نقصو فيه الغدوه، هادي الغدوه رانا نقصو فيه ونعدلوه، رايحين نطيبوه. ها شوفوا كيف هنا نقصو فيه ونعدلو بيدينا، ديجا تلقاوه مطروح ساجين كي نطرحوه بالقنوط، ديجا راهو مطروح. نبقاو نعدلو برك باه نطيبو. هاني حاطة الطاجين سي بون، انا نطيبو بنتي دارتو بصح قلتلها خلي انا نطيبو. والله هنا هاني قاعدة نطيب فيه، بديت نطيب من في الحراف لي منو من ها هو في الطاجين ها. ومن بعد ما طيبناه البراج تاعنا، المهم كي ديروه تاكلوه بالصحة ولا